بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل المثال الرابع ده. بيقول حول convert binary whole number، يعني كل الرقم ده مش جزء منه، whole يعني كل، to hexa decimal. لو استخدمنا rule رقم 4 يبقى احنا لازم نقسم ده اربعات، ادي 4 وادي 4، ادي 4 اهي، الاولانية تبقى 6 والاربعة التانية طبعا 3، هنحط على شمالها 0 هتبقى برضو 6، وتبقى 6 و6 من النظام 16. لو عاوز يغير الرقم ده الى باينري، ده رقم ده هيكسا ديسيمال، يعني هيكسا ديسيمال لكن مكون من كام ديجيت؟ 3 ديجيت، 1 وإي و6. الستة هنحولها بالجدول اللي هو فوق موجود معانا. الجدول ده لو لاحظت دي 4 بتاعت الستة، وادي الاي وادي الاف، كل واحدة منهم ليها ايه؟ ليها الرباعة بتاعتها. فهو بيقول لي حول الرقم ده الى الباينري. هناخد من الجدول او مع الوقت احنا فاهمين ده ليه 6 ده، لان الاولاني بتضرب في 0 في 2 أس 0، والتاني في 2 أس 1، والتالت في 2 أس 4، يبقى 2 و4 6. لو عاوز نعرف التاني هنعمل نفس الحكاية، هيطلع الاي وده الواحد اللي هو هيطلع رقم 1. لو عاوز يحول الرقم ده الى باينري هيقسم 34 على 2 يطلع 17. عملية القسمة اللي تمت دي الريميندر بتاعها كام؟ 0. هيقسم 17 على 2 فيها 8 والباقي بتاعها 1، على 2 فيها 4 والباقي بتاع العملية دي 0، على 4 على 2 تاني فيها 2 والباقي 0، على 2 تاني فيها 1 لأن 1 في 2 ب2 والباقي 0. طيب لما بنوصل لواحد ما بنقسم كمان آخر واحد على 2، هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيها الباقي بتاعها 1، 1 على 2 الباقي بتاع عملية القسمة دي ايه؟ 1. طبعا فيها 0 طبعا لان مفيش حاجة تتضرب في 2 تطلع بواحد، عدد صحيح يعني. وناخد زي ما احنا واخدين بالنا كده، 0 1 تلات اصفار 1 اللي هم موجودين معمولين بالشكل ده، من اول هنا 0 1 تلات اصفار 1 اللي هم دول. طب عاوزين نتأكد، ده بيتضرب في 0 وده بيتضرب في 1 في 1، ده بيتضرب في نكبر شوية عشان يبقى اوضح. ده بيتضرب في 0 2 أس 0، وده 2 أس 1، ده 2 أس 2، ده 2 أس 3، ده 2 أس 4، ده 2 أس 5. 2 أس 5 يعني 32، وخد 2 في الأول بقت كام؟ بقى العدد عبارة عن 34.